أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، مخصصها لمناقشة الوضع الأمني في المهرة إثر أنباء عن وجود تحركات لإنشاء قوى عسكرية وأمنية خارج إطار مؤسسات الدولة. أفادت مصادر محلية بعودة التوتر إلى محافظة المهرة إثر محاولة القوات السعودية للاستحواذ على مقر تابع لقوات خفر السواحل وتحويله إلى سكنة عسكرية لها. وبحسب المصادر فإن وجهات اجتماعية تدخلت في الأمر وتم الاتفاق على بقاء تلك القوات حتى اليوم للتواصل مع السلطات الرسمية. هذا وقال وكيل المحافظة لشؤون الشباب بدر كلشات إن المجلس الانتقالي في المهرة يسعى لتكوين قوات أحزمة أمنية ونخبة مهرية على غرار عدن والمكلا وشبوة. وأوضح أن المجلس فتح باب التسجيل للالتحاق بالمعسكرات، كما يعمل على التنسيق مع عناصر متطرفة للقيام بأعمال إرهابية في المحافظة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل ستقود هذه التدخلات محافظة المهرة لمزيد من التعقيد؟ وكيف يفترض بالحكومة أن تتصرف إزاء كل ذلك؟ بين المهرة صوت حماية السيادة والشرعية، والانتقال الجنوبي أداة الإمارات في الجنوب لاستهداف السيادة والشرعية، تباين وجولات ومحطات صراع لا تنتهي. في تغير ملحوظ ولافت، خرج وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب بدر كلشات عن صمته، وهو المقرب من التحالف، محذرا من تشكيل ميليشيا خارج الدولة يسعى لتشكيلها المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. يسعى الانتقال في المهرة إلى تكوين قوات أحزمة أمنية ونخبة مهرية كتلك التي في عدن والمكلا وشبوة لإثارة الفوضى والتمرد على الشرعية الدستورية، حسب الوكيل كلشات الذي اتهم الانتقال بالتنسيق مع عناصر متطرفة للقيام بأعمال إرهابية مسلحة بهدف إشعال صراعات لا تنتهي ونشر العنف المسلح لتقويض شرعية الدولة والمؤسسات الأمنية والعسكرية. في أكتوبر عام 2017 زار رئيس الانتقال الزبيدي المهرة وعجل في العودة منها، بعد أن أجبره أبناء المهرة حينها إلى التخلي عن صفة الرئيس إذا ما أراد إقامة أي فعالية، فلا رئيس غير هادي، كما أجبروه على عدم التحريض على أي من فئات المجتمع اليمني والأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة. أثناء عودته تكشف المستور وبانت النوايا. قاسم الثوباني مدير حراسة أمن شلال شايع الذي كان مرافقا لعيدروس اعتقل في المهرة مع مجموعة مسلحة يقودها اعترضت سيارة تقل سجناء حاولوا تهريبهم. يعود الانتقال من جديد إلى واجهة الأحداث في المهرة وسط تحذيرات مجتمعية من مشاريعه وتحركاته. تعيد الإمارات الورقة التي خسرتها في المهرة من قبل بتأسيس النخبة المهرية ولو بأفراد من خارجها. تحشيد يأتي بعد دعوة الوكيل السابق لمحافظة المهرة الشيخ علي الحريزي في يناير الماضي أبناء المهرة إلى الدفاع عن أرضهم ولو بقوة السلاح إذا رفضت القوات السعودية المغادرة. مؤخرا عاد التوتر من جديد إلى المهرة بعد محاولة القوات السعودية الاستحواذ على مقر تابع لقوات خفر السواحل وتحويله إلى ثكنة عسكرية لها. تحشيد عسكري وتصعيد ينذر بانفجار الوضع بين أبناء المهرة من جهة والتحالف وتشكيلاته العسكرية التي ينشئها خارج إطار الأجهزة الشرعية اليمنية. انفجار الوضع في البوابة الشرقية في اليمن يهدد بتغيير موقف اليمنيين من التحالف ويضع شرعية تدخله في اليمن على المحك، فماذا تحمل الأيام القادمة للمهرة؟ وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ علي سالم الحريزي وكيل محافظة المهرة السابق. أهلا بك سيد الحريزي. إذن توترات في المهرة بشكل عام، ما الذي يحدث بالضبط؟ حياكم الله. الحقيقة أنه منذ دخول القوات السعودية إلى المهرة واحتلالها البحر والبر والجو والمنافذ والمواني والمطارات أصبح هناك خلل أمني كبير، وأصبح هناك توترات من وقت إلى آخر. وحقيقة أن الميليشيات الموجودة الآن هي تغلق السكينة العامة، ونحن مشكلتنا أن السلطات الشرعية الحكومية الموجودة اللي كانت موجودة من قبل بدأت الآن التحالف العربي يقضي عليها تماما، فقط دوائر هيكلية، أما القرار فهو من المحتل سواء الإماراتي أو السعودي في المطار. طيب، أنت حدثت عن ميليشيات، ميليشيات تتبع من؟ حقيقة أن الميليشيات أول أتت الإمارات في بداية عصف الحزم وحاولت تشكل نخبة
من 2000 عنصر، ولكن كانت السلطة قوية ورفضوا يعني أن يكون هناك حزام أمني، وأصروا أن لازم تتبع الأمن العام وأن الإمارات تكون داعمة فقط. وفشلت الإمارات ودخلت السعودية وكونت قبائل أيضا سلحت قبائل ميليشيات، وأنا حين كنت وكيل وكنت معنا مع القائد السعودي قال أنا ما جيت أتعامل مع السلطة، أنا جيت أتعامل مع قبائل، وهذه القبائل هي قبائل مهرية ومن كل الاحترام، لكن أيضا ميليشيات، أي شيء خارج السلطة الشرعية هي ميليشيات. الآن السعودية تشكل 300 من أبناء المهرة خفر سواحل، لكن ما يتبعون السلطة اليمنية هي ميليشيات. شكل 300 نفر عنصر حرس حدود تسميهم حرس حدود، لكن ما يتبعون لا وزارة الدفاع ولا الحكومة اليمنية، هم ميليشيات في نفس الوقت. الآن دخل المجلس الانتقالي على الخط ويريد أيضا يعمل ميليشيات، لكن أنا اللي فهمت أن السعودية لما فشلت في يعني الضغط على المهرة ويعني احتلوا استعمارهم وكبت يعني ما يريدوا يقولوه، بدأت تعطي ضوء الأخضر للإمارات. الإمارات دخلت الآن على الخط، يبدو أن اتفاق مع السعودية مشان تشكل قوات المجلس الانتقالي. قوات المجلس الانتقالي هو سيرة دولة الإمارات، ولكن نحن في المهرة بإذن الله لن تكون هناك ميليشيات، وإن كانت هناك ميليشيات وهي مهرية لن تنفذ ما يريدوه السعوديين والإماراتيين إطلاقا. لكن أنا أنطلق حرصا من التحالف جاي دعم الشرعية، هم كيف يجهزوا على كل ما ماسات شرعية ويعملوا ميليشيات؟ نحن في مشكلة كبيرة، والمهرة في توتر مستمر ومتزايد، ويعني نؤكد أن الدول التحالف أصبحت هي ضد الشرعية بامتياز. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد الحريزي، ورحب بمن ينضم إلينا من القاهرة الصحفي منصور صالح. أرحب بك سيد منصور. إذن ما صح يعني تحدث سيد الحريزي عن محاولات للمجلس الانتقالي لملشنة المحافظة، كيف ترى الوضع أنت في المهرة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي وجيه وأحيي الأخ الوكيل، وأود كنت أتمنى أن أبدأ جادا، لكن ما سمعته من بيان الأخ بدر كلشات ربما يدفعنا للضحك قليلا، وهو يتحدث عن أن المجلس الانتقالي الجنوبي ينسق مع عناصر متطرفة ومتشددة، وهذا ما يبعث على الضحك والسخرية في آن. إذا كان من أبناء المهرة الذين يعمل المجلس الانتقالي الجنوبي ويعمل الأشقاء في التحالف على تمكينهم من إدارة محافظتهم وتأمينها ووقف عمليات التهريب المستمرة للسلاح للميليشيات وللخمور وللمخدرات، يعتبروا هؤلاء متشددون ومتطرفون، والقوات الشمالية الكاظمة على أبناء المهرة منذ العام 94 هم ملائكة الرحمة القادمون من مأرب الخلافة الإسلامية. يعني أن تؤكد الآن أن هناك جهود من قبل المجلس الانتقالي لملشنة الوضع لتشكيل أحزمة أمنية وإيجاد أيضا نخبة مهرية في المحافظة. شفي عزيزي، المسألة هناك خطة أمنية موجودة بدأت في عدن ولاحق وأبين. خطة أمنية من قبل من؟ من قبل القوات التحالف العربي التي جاءت بدعوة من الرئيس عبد الرب منصور هادي، وهكذا تقول الحكومة ويقول الرئيس هادي ويقول التحالف، لتأمين عدن بعد انسحاب القوات التي كانت تحت للجنوب قبل العام منذ العام 94. انتقلت هذه الخطة إلى المهرة وحضرموت، وأثبتت وحققت نجاحا كان كبيرا في تحقيق الأمن والاستقرار وتمكين أبناء المحافظات الجنوبية كل في محافظته من إدارة محافظته. الآن الجهود ربما تنصب لدى الاتحاد العربي، وهي ربما ليست جديدة، وهناك سبق أن تخرجت قوة تتبع قوة التدخل السريع وتم إدماجها بالأمن بقرارات من الرئيس هادي. هل يشرف عليها هل يشرف على هذه القوات المجلس الانتقالي بالمحافظة؟ المجلس الانتقالي الجنوبي هو سلطة سياسية موجودة على الجنوب، وكل قوة جنوبية موجودة في إطار الجنوب حتى وإن كانت تحت شعار أو إدارة ما تسمى بالشرعية، فنحن نعتز ونفتخر ويشرفنا التعامل معها طالما كانت قوة جنوبية وتحمل هم
حماية أمن واستقرار الجنوب وتأمين حدوده وجعلها نواة للقوات المسلحة الجنوبية القادمة المنشودة. ما يتعلق بالملشنة هذا الأمر لا ينطبق، نحن نتحدث عن قوات نخبة مدربة ومتمكنة وحديثة وتقوم على احترام القوانين ومهمتها حماية الأمن والاستقرار وحماية الأرواح وتأمين الحدود. وطالما كانت هذه القوات قوات جنوبية فهي قوات شرعية، نحن مقياس الشرعية بالنسبة لكل جنوبي هي أن تكون هذه القوات هي قوات جنوبية وانتمائها خالص للجنوب، وليست الشرعية هي ما تسمى بالإعلام بمعنى أن تأتي بقوة من محافظات خارج الجنوب وتصبغ عليها صفة الشرعية لتتحدث وتصف الآخرين بالميليشيا. لذلك ما يجري في المهرة هو أيضا يجري تحت إشراف الأشقاء وبدعم منهم من التحالف العربي في إطار تأمين هذه. طيب دعنا نسمع تعليق على هذا الأمر، دعنا نسمع تعليق وكيل محافظة المهرة السابق السيد علي سلام الحريزي. برأيك بعد ما سمعت هذا الكلام من الأخ منصور صالح، برأيك ما الذي يريده المجلس الانتقالي من المحافظة؟ ما هي مساعيه؟ حقيقة أنا سمعت الزميل يتكلم وهو حر فيما يقوله، لكن أنا أتكلم عن حقائق موجودة. أن المجلس الانتقالي قوات المجلس الانتقالي في عدن هي طردت الرئيس وطردت الشرعية، وأنا بالحقيقة يعني اللي يدور أنا أستغرب أنه نحن استقبلنا القوات الشمالية، هم الأخوة اللي تكلموا الآن هم أول من راحوا وسلموا أنفسهم من علي عبد الله صالح في الشمال، وهم حتى بدون أي وثائق يعني سلموا أنفسهم تسليم إلى صنعاء وبعدين يلوموا المهرة. نحن بالحقيقة محافظة بعيدة ونحن جنوبيين ونحن نغدر ونريد للجنوب أي قضية الجنوب أن يكون حلا عادل لها، ولا نريد المظالم لأبناء الجنوب وأعضاء المجلس الانتقالي وكل أفراد المجلس الانتقالي هم أخوة لنا ونحن مستعدين. لكن أنا أنصح الأخوان في القيادة بدل ما يشكلوا ميليشيات أن تحاوروا الجنوبيين أولا، وأن يكون هناك مفهوم سياسي واتجاه واضح نستطيع. أما مجموعة محافظة ولا مجموعة أشخاص يسمون أنفسهم مجلس انتقالي وبالتالي بيتحكموا بالجنوب، هذا اللي اعتدناه من 13 يناير و26 سبتمبر أجسان نورمية وأيام غفران شعبي، وهذا المفهوم إلى الآن العقلية هذه لازالت معهم. طيب يعني برأيك الآن لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ يعني هذا الذي يحدث الآن في المهرة بهذا الشكل يفضي لمصلحة من بالضبط؟ هذا يفضي في مصلحة تدمير الجنوب. وأنا بالحقيقة يعني استغرب المجلس الانتقالي هو يريد دولة جنوبية وهو مستعمر تحت الاحتلال الإماراتي، كيف أنا أريد دولة جنوبية يعني والإمارات تستعمرني؟ هل الإمارات بكرة بتشكل جيش حتى الإمارات بتتعامل معنا زي ما تعاملت مع عبد ربه؟ هذا كلام أكيد. ولهذا أنا أناشد الأخوة في المجلس الانتقالي أن يتوخوا الحذر، نحن كلنا أخوة لهم ونحن مع أي حل عادي لقضية الجنوب، لكن لابد أن نتشاور ما شكل ميليشيات ما دام هم معهم الإمارات. نحن لن نقبل هذه الميليشيات ونحن واثقين أن ابناء المهرة ما يكونوا ميليشيات على غرار نقبة حضرموت ولا شبوة أطلاقا. أشكرك سيد علي سلام الحريزي وكيل محافظة المهرة السابق على تواجدك معنا عبر الهاتف في هذه الحلقة. أعود إليك سيد منصور صالح، سمعت ما تفضل به سيد الحريزي، أسألك أنا لماذا هذا التوقيت؟ لماذا ينشط المجلس الانتقالي بهذا الشكل بهذه الصورة في هذا الوقت؟ هو لا يوجد توقيت محدد ولا يمكن أن أحدد أن مثل هذا اليوم مثلا كان مناسبة معينة لحدث معين. ما يحدث في المهرة من عملية إعادة إحياء لمؤسسات الدولة الجنوبية لبناء قوات نخبة جنوبية مهرية في المهرة هو عمل ليس باليوم، وتم كما أشرت سابقا فيما سبق تدريب نحو 1500 من قوات التدخل السريع المهرية برئاسة الأخ الكلدي ودمجت ضمن الجهاز الأمني في المهرة، وأيضا جرى تدريب النخبة المهرية
ويجري استيعاب لأبناء المهرة لتمكينهم من إدارة محافظاتهم، باعتبار أنه أبناء المهرة قد عانوا كثيرا من وجود قوات من خارج المحافظة عاثت في الأرض فسادا، نهبت وسرقت ومارست التهريب وللسلاح وللمخدرات ولكثير من الممارسات التي ربما أضرت السلم الاجتماعي لأبناء المهرة. ما قاله الأخ جزء كبير منه طبعا نتفق معه، والشيء لا يختلف عليه اثنان، ان الجنوبيين بحاجه لان يتحاوروا، لان يلتقوا، لان يتفقوا على كلمه سواء. لكن فيما يتعلق بالمجلس الانتقالي الجنوبي لا يستطيع احد ان يزايد على موقفه من انه حريص على بناء مؤسسات دوله وعلى السلم وعلى الامن الاجتماعي في كل محافظات الجنوب، وهو اكثر القوى حرصا على ان يقرب من 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 يقترب من كل القوى الفاعله وكل الشخصيات المؤثره في داخل الجنوب. طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا سيد منصور او سيد صالح. ارحب بمن ينضم الينا الان من العاصمة المؤقتة عدن، المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني. سيد عبد الرقيب، يعني سمعت ما تفضل به سيد صالح، كذلك كان معنا قبل قليل وكيل محافظة المهرة السابق علي سالم الحريزي، تحدث على أن هناك ميليشيات موجودة تثير السكينة، تقلق السكينة العامة في المهرة، تحدث على وجود محاولات من قبل الإمارات لملشنة المحافظة، فشلت هذه المحاولات كما يقول. الآن هناك جهود من قبل أو محاولة ملشنة من قبل المجلس الانتقالي كما يقول وكيل المحافظة لشؤون الشباب بدر كلشات. برأيك ما الذي يحدث؟ يعني كيف يمكن فهم الوضع في المهرة من منظوره المحلي ومن منظور أيضا التحالف، أيضا دول التحالف؟ بداية تحية لك ولضيفك ولمتابعي القناة. المهرة بقيت خلال عقود سابقة قبل الوحدة وبعد الوحدة بمنأى عن هذه الصراعات وعن هذه الاضطرابات وعن أي حوادث أمنية. اليوم حتى الحوثي لن يصلها، الإرهاب لن يصلها أي مكونات إرهابية، وبالتالي تحرك أبناء المهرة اليوم احتجاجاتهم السلمية للتأكيد على سيادة السيادة الوطنية، لرفض منشنة المحافظة، التأكيد على وجود الدولة، مؤسسات الدولة، الجهاز الأمني للدولة، هم أبناء المهرة. اليوم كذلك يذكر رفعت من مشايخ ووجهاء وأعيان مديرية حوض المهرة يرفضون هذه الاستحداثات. أبناء المهرة يروا أمامهم نماذج يعني مزعجة تثير الخوف، وهي عدن ولحج والضالع وشبوة، حيث يتواجد ما يسمى بالمجلس الانتقالي والميليشيات التابعة له والتي تديرها الإمارات. حيثما وجد المجلس الانتقالي وحيثما وجدت هذه الميليشيات غاب الأمان وغاب الاستقرار وغابت الدولة وضاعت المؤسسات ووجد الفراغ والاغتيالات والسجون السرية والاعتقالات، الفوضى والبط. البط اليوم في عدن يجري بشكل مخيف على الأراضي وعلى المتنفسات حتى يتم ردم البحر وقت فراغ أمني مخيف. بالتالي من حق أبناء المهرة أن يرفضوا هذا التواجد، أن يرفضوا هذه الميليشيات. هم يرفعوا علم الجمهورية اليمنية، يؤكدوا على انتمائهم للدولة، يريدون المؤسسات الوطنية ولا يريدون أجهزة تأتي من خارج الدولة. الميليشيات لا تصنع الأمان، الميليشيات لا تحقق الاستقرار، لا يمكن ان تتطبع الحياه في ظل هذه الميليشيات. المجلس الانتقالي، الحزام الامني، هذه النخب هي ادوات هدم، وهي جزء من المشكله الحاصله اليوم في البلد. ها هي عدن اليوم تتصدر التقارير الدوليه، تتصدر القبح الذي يتصدر من اليمن، والسبب هي هذه الميليشيات وهذا العبث الذي يديره المجلس الانتقالي. وقبل ان يكون اداه هدم وأداة عبث وأداة فوضى بيد الخارج وبيد دولة الإمارات، أبطل الدولة، أبطل المؤسسات. ولذلك نعيش هذا الواقع المؤلم الذي تعيشه عدن، ونشهد عدن اليوم مظاهرات واحتجاجات شبه يومية تندد هذا الواقع الذي يحاول المجلس الانتقالي أن يسوقه وأن يكون بطله وهدافه. لكن هناك يعني هناك نقطة سيد الهدياني، هناك نقطة طرحها الوكيل الحريزي واتفق معه
بها سيد صالح على مسألة ضرورة إيجاد حوار للمكونات الجنوبية بشكل عام في هذا التوقيت، ما رأيك؟ إذا كان الحوار هدفه الدولة والأمن والاستقرار وعودة المؤسسات، فالبلد بحاجة إلى هذا الحوار، أبناء الوطن يجب أن يتحاوروا. لكن إذا كان الحوار يعني يحاول أن يسوق الفوضى والارتهان ويعني نزع السيادة ومنشنة المناطق، فهذا حوار لن يكون مجدي ولم يكتب له النجاح. للعلم المهرة لا وجود للمكونات الأخرى كالمجلس الانتقالي أو حتى سابقا الحراك الجنوبي، لا وجود لهذه المكونات في المهرة. المهرة القطاع الكاسح الواسع هم الدولة، يمكن أن نلحظ المهرجانات الواسعة التي تشهدها الغيضة وبعض مناطق المهرة، أبناء المهرة مع الدولة، مع الاستقرار، مع محافظتهم، مع استقرارها. وبالتالي لا سيفشل المجلس الانتقالي، ستفشل دول الإقليم متى ما حاولت أن تتدخل وتفرض واقع مغاير لا يرغبه أبناء المهرة. أعود إليك سيد صالح، ما الذي ستشهده الأيام القادمة من خطوات بالنسبة للمجلس الانتقالي على صعيد ملف المهرة؟ هل سيؤكد على هذه الخطوات؟ هل سيقف في حال ما كان هناك موقف حازم من قبل الحكومة مثلا؟ أعتقد أنه المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادته ممثلة بسيادة الرئيس القائد عدروس قاسم عبد العزيز الزبيدي قد قام في وقت سابق ومنذ نحو عام وقليل بزيارة لكل جولة في كل محافظة الجنوب، وكان من بينها محافظة المهرة والتي دخلها بشموخ وإباء وعزة، واستقبله أبناء المهرة بحب وترحاب رافعين صوره وهاتفين بحياته كرئيس قادم أو مفوض لحمل والدفاع عن القضية الجنوبية. ومثل ذلك التفويض الذي قوبل به أو الترحاب الذي قوبل به المجلس الانتقالي وقيادته في محافظة المهرة يجعل على عاتق المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية كبيرة يتحملها تجاه أبناء المهرة في إعانتهم على تجاوز هذا الوضع الاستثنائي المنفلت الذي تمر بالمهرة وتعانيه منذ العام 94، والذي جعلها محافظة مهمشة بعيدة تنهب ثرواتها وتستخدم فقط وبحارها وتستخدم فقط لتهريب السلاح والمخدرات والخمور من قبل القوات التي وكلت إليها مهمة حماية الموانئ والحدود في محافظة المهرة. المجلس الانتقالي الجنوبي وبالشراكة والتشارك مع الأشقاء في التحالف العربي ماض باتجاه إعادة بناء مؤسسات الدولة الجنوبية المنشودة، ومنها بناء مثل هذه المؤسسات العسكرية والأمنية التي ستحمل على عاتقها حماية الأمن والاستقرار في المهرة والحلول محل تلك القوات الغازية التي دخلت المهرة غازية وتتعامل مع أبناء المهرة وكأنهم درجة ثانية وثالثة. المجلس الانتقالي الجنوبي سيكون إلى جوار المهرة كما كان إلى جوار أبناء عدن ولحج وحضرموت والشبوة وأبين والطالع في تحقيق حالة الأمن والاستقرار ووقف العبث والإرهاب والتطرف، وسيمكن أبناء المهرة من إدارة محافظتهم في إطار التهيئة والبناء للدولة الجنوبية القادمة، وهي الدولة الجنوبية الفيدرالية المستقلة التي سيكون من شأن ومن حق كل أبناء محافظة إدارة محافظتهم أمنيا وسياسيا. والجنوبيون ولا المجلس الانتقالي الجنوبي طامعون في بسط سيطرتهم ونفوذهم واحتكار مقدرات أو السلطات في المهرة لصالحهم، لكنهم عازمون على تمكين أبناء المهرة من إدارة شؤونهم في إطار مشروع كبير هو مشروع الدولة الجنوبية القادمة الفيدرالية المستقلة. شكرا لك الصحفي منصور صالح، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة على تواجدك معنا في هذه الحلقة. بالعودة إليك سيد الهدياني، سمعت ما قاله سيد منصور صالح،
برأيك أيضا ما الذي يفترض بالحكومة إزاء هذه التحركات التي يقول يعني وكيل المحافظة لشؤون الشباب فيها بدر كلشات على أنها ملشنة في نهاية المطاف، والحكومة هي المسؤولة الأول أمام اليمنيين إزاء كل ذلك، ما المفترض أن تقوم به؟ تقول يجب على الحكومة اليمنية، يجب على الرئيس عبد الرب المنصور هادي أن يتناغم وأن يردي وأن يكون سندا وافدا لكل التطلعات والمطالب التي يعبر عنها أبناء المهرة. أبناء المهرة يطالبون بالدولة، يرفعون صور الرئيس عبد الرب المنصور هادي، صور الأعلام الوطنية، أيوب طارش يغني في فعالياتهم واحتجاجاتهم ومهرجاناتهم لليمن. إذا هم يذهبوا بعيدا، لم يذهبوا بعيدا عن الدولة، يبحثون عنها، وبالتالي يجب على الدولة أن تكون قريبة من هؤلاء المواطنين وأن تلبي احتياجاتهم. عندما يطالب أبناء المهرة لا نريد استحداثات لجيش سواء المملكة العربية السعودية أو الإمارات، على الرئاسة أن تلبي هذه المطالب، فهي مطالب مشروعة. هم يطالبون بكادر وطني من أبناء المحافظة، ولا زالوا وزير الدولة يرفضون المشاريع المناطقية والجهوية، يرفضون مشروع المجلس الانتقالي. أنا أؤكد لك، لا وجود للمجلس الانتقالي ولا ليس له جمهور في النهرة. سمعنا البيان الذي أصدره وكيل المحافظ بدر سالم كلشات، مؤكد على ان ما يريده المجلس الانتقالي هي ميليشيات تهدد المهره. ابناء المهره يرون نماذج عدن والمحافظات التي حاول المجلس الانتقالي ان يتواجد فيها واحالها الى ركام، الى عبث، الى فراغ امني، وبالتالي لا يزالون يعتبرون او يعتقدون ان الدوله هي طوق النجاه، وعلى الدوله ان تربي هذه التطلعات وان لا تدير ظهرها حتى لا تذهب الاحتجاجات وحتى لا يتغير الخطاب اذا ما يئس الناس من ان الدوله قبلتهم ولم تستمع لهم ولم تربي مطالبهم الوطنيه المتناغمه مع الدستور مع القانون. بالتالي قد تذهب هذه الاحتياجات بعيدا، وهناك استقطاب يقف على المهره، هناك سلطنه عمان التي لها نفوذ كذلك في المهره. لا يجب ان نسمح ان تذهب هذه المحافظه نحو استقطاب اقليمي وصراع. اليوم لا توجد هناك حتى الان اي حادثه في المهره، لا يوجد فراغ امني، لا يوجد اقتتال، لا توجد اثارات، لا توجد اغتيالات. علينا ان ننقذ المهره من هذه المحاولات التي تحاول ان تخترق امنها واستقرارها وسلامها. اشكرك المحلل السياسي السيد عبد الرقيب الهدياني، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمه المؤقته عدن. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، على حسن المتابعه والانصات، في امان الله.